متابعينا في السعودية سعد الله مساءكم بكل خير. نهار اليوم استمرت الأجواء مستقرة في عموم المناطق، انتشرت بعض كميات الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الوسطى، ارتفعت درجات الحرارة وكانت أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال الساعات القادمة وأيضا خلال 24 ساعة القادمة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة 16 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد: نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا رياح نشطة 29-13، عرعر 27-13 مع فرصة لزخات من الأمطار، تبوك أجواء أتربة مثارة مع 22-8 درجات مئوية. المنطقة الغربية: المدينة المنورة 31-19، جدة 31-24، مكة المكرمة 34-23، والطائف 26-17 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية: الباحة طقس مشمس 21-16، أبها 24-15، جازان 28-26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 30-16، حفر الباطن أتربة مثارة 32-21، الإحساء 30-15 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى: العاصمة الرياض 29-17، بريدة 31-17، وحائل رياح نشطة مع أتربة مثارة 27-15 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا للقاء.